وإلى نبيل صلحاني رئيس قسم التدريب بالدفاع المدني ليعطينا لمحة سريعة عن عملياتهم بال24 ساعة الماضية. صباح الخير أستاذ نبيل. صباح النور، يعطيكم العافية. أنتو كمان تفضل. تفضل عملياتكم بالساعات الماضية. بالنسبة للعمليات اللي قامت فيها عناصر المديرية العامة للدفاع المدني، في كان عندنا 9 مهمات لإطفاء الحرائق بمختلف المناطق اللبنانية، وكانت متنوعة أغلبيتها بحرائق بالمنازل والسيارات وكهرباء. عندنا 4 مهمات كانوا للإنقاذ للمواطنين، و20 مهمة إسعاف بنقل للمرضى وتدخل بحوادث السير وتدخل بحالات طارئة، وثلاث مهمات كانوا للخدمات والسلام العامة. ما كان مجموعهم 36 مهمة بال24 ساعة يلي مرقت، أكيد دايما بالإضافة للمهمة المستمرة ضمن نطاق مرفق بيروت. يبقى دايما نذكر رقم الطوارئ 125 للدفاع المدني، موجود 24 على 24 لتلقي أي طلب للمساعدة. وشكرا لك. شكرا لك نبيل صالحاني رئيس قسم التدريب بالدفاع المدني.